أذن على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعي الكرام، التواصل يأتي بكم على قدم وساق للمشاركة والانطلاق يسير نحو ذي الأصالة. المنطلق يتم الشوط الأول، انطلقت عن طريق الحول المحليات الأصائل، وكل التوفيق للجميع المشاركين. دعوني أعود بالتهاني والناموس، كنا بمشاركة متميزة عن طريق منصور الذي قدمت عطاء أشكر عليه، وشكرا لمالكها محمد بن احمد بن عبد الله الرميذي، كان مرافقا بعمليه المتابعه والتضمير والتدريب. شوط يسير متابعينا الكرام لهفيه الحول المحليات الاصيل، رحله هي هذا الشوط الستة كيلو. المنطلقه بالاسماء المشاركه والترحيب للجميع، اسير مباشره على الصداره، تابع مياسة على الانطلاق الاول، محمد بن مطر بن محمد الرميذي. من يتابع لنا هنا مياسة على صدارة الشوط، محمد بن مطر بن محمد الرميذي، الشعار لهبيبة الذي تابعناه عن طريق الأبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق يا أبو خادم، نقل مباشرة على المسار الثاني، الوصول ما شاء الله والتحرك. هناك الزاهية خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المستوى الثاني والمركز الثالث، أسير مباشرة بالقدوم الواري خليفة بن أحمد بن سيف الرميذي، وهناك يتابعها حمدان بن خليفة الرميذي بعناية التضمير والتدريب. أعود إلى مركزنا الرابع بالمتابعة، أسير مع حملة رقم 6 وصلت هنا أول إمام، نعم حاملة رقم 2 وصلت بقيادة خليفة بن حميد بن سهيل المهري. شكرا يا أحمد السوداني. أما المركز الخامس نعود مباشرة بالمتابعة، وصلت هناك كيف الذي قادم على المستوى السادس، ولا بنقول في الذي قادم، وصل محمد بن سهيل اليبهوني الظهري. هذه الأسماء المشاركة، هذه الأسماء الذي تزين مسار الانطلاق حتى هذه اللحظات. ولكن أشوف هناك، أشوف الخطورة مع البداية، ما شاء الله تبارك الله، الأسماء نحو هذه الأصالة المتميزة، من له الانتصار. يا سلام عليك يا أبو خادم، يا مالك مياسة ويا مالك الهبيبة الذي تابعنا هذا الشعار، قدم عرض يشكر عليه بالمتابعة. وبذي اللحظات نتمنى التوفيق للجميع. هناك الانطلاق الأول مع السلالة المياسية، سلالة مياس قادمة بكل قوة. المرافق هناك محمد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن المركز الثاني زاهية قادمة بكل قوة، قادمة بكل التحركات. المرافق هناك خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المستوى الثاني والمركز الثالث. العودة إلى الشعار أبو زايد الذي قادم بكل قوة، وصلت الواري، وصلت خليفة بن أحمد بن سيف الذي يتواجد عن طريق المتابعة، ولكن شد الحيل يا حمدان يا بن خليفة يا الرميذي، متابعة تضمير وتدريب. أما المركز الثالث وصلت الإمامة، قادم على المستوى الرابع حتى ذي اللحظات، المتابع خليفة بن أحمد بن سيل المهري. والمركز الخامس عندك يا اليبهوني الغدوم بقيادة محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، يتابع لنا إذن في الذي قادم على المستوى الخامس. انطلاقتها جميلة ما شاء الله، تحرك رائع للغاية، ولكن وين مفر هذا الشوط؟ تابعنا شوطين رئيسيين لفية الثنايا المشاركة، والشوط الأول كان بقيادة أبو خادم محمد بن مطر الرميذي، الشوط الأول المهجنات الأصايل راح عند أبو أحمد محمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي، وهذا الشوط الثالث بالترتيب العام، ولكن يعتبر أول شوط للمحليات الأصايل، رحلة الحول المحليات المتميزة. إذن هناك مياسة مصرة منذ البداية، هي تعانق النقطة الثانية على التوالي لمتابعة هذا الشوط. المركز الثاني الغدوم ما شاء الله،
راغب ان المستوى الثاني بالمتابعه، وصلت زاهيه قادمه قدوم جميل متميز خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المستوى الثاني والمركز الثالث. اشوف الواريه تتسلل من موقع الى موقع. يا سلام وصل ابو خليفه، او هناك ابو حمدان قادم بكل قوه، خليفه بن احمد بن سيف يتواجد برسم المسار التحرك. اما المركز الرابع وين؟ راقب لي اشعار ابو محمد قادم، خليفه بن حميد بن السهيل المهري يتولى الامامه. يلا يا عبد الغفور، المتابعه تضمير وتدريب. اما المركز الخامس، من يرافق لنا المركز الخامس؟ هناك فيا الذي قادمه، وصل محمد بن السهيل اليابوني الظاهري. من يراقب عناية التضمير؟ عندك يا ابو خالد، يا حمد، يا بن سعيد، يا الزرعي. هذه الاسماء المشاركه مشاهدينا متابعينا الكرام. عادينا ملخص هذا الشوط. إذن نعود إلى صدارة، نعود إلى ركب البداية. هنا مياس لا تزال هي المسيطر منذ بداية الشوط، ولكن الحوار ثنائي ما شاء الله منذ تحرك هذا الشوط حتى هذه اللحظات. صراع ما بين المنصوري والرميضي، صراع متميز ما شاء الله. الكل له رغبة الإنجاز الأول، الكل له تحرك هذا الشوط. يا متتابع، يا مترافق التحرك، راح أبو خادم خلاص يهيمن على النقطة الثانية على التوالي، مسيطر عن طريق مياس على الانطلاق الاول، ولكن زاهية ما صدرت عليها اي حركات. المتابع هناك خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الثالث راقب للوارية، خليفة بن احمد بن سيف يتواجد هناك ابو حمدان. المتابعة المركز الرابع وصل المهري غادم بكل قوة. الامامة غادمة بكل انتصاراتها المتميزة. وصل خليفة بن حميد المهري على المستوى الرابع، والمتابعة نحو هذه الاصالة الجميلة. وحرك هناك على المستوى الخامس، عندك يا مالك فيا الذي قادمه، المتابع محمد بن السهيل اليابوني الظاهري. يلا يا ابو خالد حرك وتابع المتابعه، راقب المسار المتميز. هذه الاسماء المشاركه، هذه الاسماء التي تزين مسار المتابعه. ولكن بعود الى وين؟ بصير الى مياسة العود على الانطلاق الاول، مسيطره بفارق منذ البدايه الشوط. هي معلن الهجوم الاول، مسيطره بفارق جميل. يلا يا ابو خادم، النقطه الثانيه مطلوبه لانجاز هذا الشوط. محمد بن مطر بن محمد الرميزي المتابع المصاحب الاول حتى ذي لحظات، ولكن خطيرة هناك زاهية خطيرة للغاية. المرافق أبو عيسى، خادم بن عيسى المنصوري، لا ننسى الواري قادمة، خليفة بن أحمد بن سيف الرميذي. المركز الرابع وصلت الإمامة، هناك المتابع خليفة بن حميد بن سهيل المهري. يا سلام بدينا بالعدد التنازلي، بدينا بإقلاع الأسماء. وين ناموس؟ يا هل ترى مياسة تصر منذ البداية، مسيطرة منذ البداية حتى خط النهاية. خلصنا 5 كيلومترات، بدينا بالكيلو المتر الاخير. المسافه هي 6 كيلو، غادرنا هذا الكيلو. ما شاء الله تبارك الله، مياسة عندما حست بالكيلو الاخير بدات تطير من سرعتها، بدات تطير بالتحرك. ولكن الواريه بدات تتوارى من موقع الى موقع، خطيره للغايه. ولكن الاصرار مع مياسة. دير البال يا ابو خادم، دير البال، الحذر مطلوب. هناك الوارية، وهناك الزاهية قادمة، وهناك الإمامة قادمة. الموقف خطير، الموقف حساس. بسلم يا ابو خادم للمرة الثانية على التوالي إذا سمحوا لك الجماعة، ولكن الكل قادم على الانطلاق الأول. مياسة مسيطرة، سيطرة تامة، سيطرة جميلة. الوارية قادمة، خليفة بن أحمد بن سيف الرميذي قادم. هناك ابو حمدان، من يتابع التحرك على المستوى الثاني والمركز الثالث. زاهية قادمة قدوم جميل، ولكن وين؟
مياسة مياسة تطير بالشوط، تطير بالشوط الأول الرئيسي للمحليات الأصايل، للحول المحليات الأصايل. راح أبو خادم راح. النقطة الثانية تابعنا لهبيبة بالشوط الأول للمحليات، مياسة بالشوط الأول للمحليات. سلامي عليك أبو خادم، إنتاج 100%، تهانينا. سلامي على السمحة، السلام، التحية موصولة لمحمد بن مطر بن محمد الرميذي. شكرا يا ابو سيف. المركز الثاني بقياده خليفه بن احمد بن سيف الرميذي، المركز الثالث بقياده خادم بن عيسى المنصوري، المركز الرابع الامام خليفه بن حميد المهري، والمركز الخامس محمد بن سيري اليابوني الظاهري. كل التوفيق للجميع المشاركين.